إلى جميع مشاهدينا، ترقبوا في يوم الجمعة العظيمة الموافق 30 آذار حلقة خاصة على البث المباشر مع الأخ كريم الإيراني، ولأول مرة الأخت العابرة ماريا، والأخ العابر نهاد، ومع القز جهاد والمرنم وسام. عنوان الحلقة: ما هي أهمية الصليب ونتيجة موت المسيح للبشرية؟ يأتيكم هذا البرنامج الساعة 12 ظهرا بتوقيت نيويورك، 7 مساء بتوقيت العراق. انتظرونا على البث المباشر.